أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. ميليشيا الحوثي في صنعاء تبدأ محاكمة 14 صحفيا طالبوا بمرتباتهم. الكشف عن وجود 30 طبيبا في سجون جماعة الحوثي. صحيفة عربية تقول إن اليمنيين خائفون من عدم وصول المساعدات إلى المستحقين. بعد رئاسته لمئة يوم ترامب يحن إلى حياته كمواطن. أهلا بكم. لم ينجو من محاكم ومعتقلات ميليشيا الحوثي أحد، حتى الصحفيون الذين يعملون في مؤسسات إعلامية تسيطر عليها الميليشيا. فاليوم هو موعد مثول 14 صحفيا من طاقم صحيفة الثورة الحكومية أمام نيابة الأموال بتهم المطالبة برواتبهم. وقال موقع المصدر أونلاين إن إحالة صحفيين مطالبين برواتبهم إلى نيابة الأموال العامة أثارت استياء واسعا، كونها جهة غير متخصصة، فضلا كونها تعمل تحت سلطات متمردة وغير شرعية. وتختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعاوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه، وجرائم التهريب أو التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وجرائم تزييف وترويج العملات، وجرائم الفساد بحسب قانون تشكيلها. وأوضح عدد من الصحفيين المحالين للتحقيق في أحاديث للمصدر أونلاين أن استدعاءهم إلى نيابة تحاكم الفاسدين يأتي على خلفية تنفيذهم لاحتجاج ضد العبث بإيرادات المؤسسة ومطالبتهم بصرف رواتبهم المتوقفة للشهر السابع على التوالي. إلى موقع يمن مونيتور علق حول صدور عدد من صحيفة كانت تتبع الجيش اليمني في السابق وأصبحت تتبع الميليشيا، وعنوان الموقع: الحوثي وأشقاؤه يستحوذون على الصفحة الأولى لصحيفة الجيش في صنعاء. وقال الموقع متحدثا عن الصحيفة: نشرت صحيفة 26 سبتمبر المملوكة للجيش اليمني والخاضعة لسيطرة الحوثيين في صدر صفحتها الأولى: أبناء الحوثي الثلاثة يستحوذون على ما نسبته 75%. وبحسب الصفحة الأولى فقد تواجد خبر ذكر مقتل حسين الحوثي مؤسس الجماعة الذي قتل بداية تمرده، والخبر الثاني كلمة شقيقه عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحالي في ذكرى مقتل حسين، فيما كان الخبر الثالث ليحيى الحوثي الشقيق الثالث ووزير التعليم في حكومة تحالف الحرب. ويتابع الموقع: يسيطر الحوثيون على وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة الواقعة تحت سيطرتهم ويتحكمون بإدارتها. عن حقوق وحريات مسلوبة، كتب قادري أحمد حيدر مقاله المنشور في الوحدوي نت، معتبرا أن الراتب ما هو إلا جزء من منظومة حقوق تم الاستيلاء عليها. وقال قادري: إن سؤال الرواتب وليس الراتب هو ما يجب أن نطرحه، باعتبارنا نقف اليوم أمام منظومة حقوقية منهوبة ومصادرة، وليس حقنا في الرواتب سوى واحدة من منظومة تجليات هذه الحقوق. فالحقوق والحريات جميعها اليوم منهوبة ومصادرة، وهي كتلة متكاملة لا تتجزأ، لأن تجزئة الموقف من الراتب بما يتم متابعته من راتب شهر كذا أو شهر كذا هو بداية التفريط لمنظومة الحقوق والحريات. إن مطالبنا تتركز حول منظومة شاملة من الحقوق والحريات حتى لا نستغرق في تفاصيل راتب هذا الشهر أو ذاك. نريد عودة حقنا في الراتب كما يقره الدستور والقوانين النافذة، ولسنا على استعداد أن نقف مراجع طوابير مع أول كل شهر حول رواتبنا. هذا ما يجب أن يكون مفهوما ومستوعبا عند الجميع، وفي مقدمتهم وطليعتهم قيادة المكونات المتوارية والمختفية عن كل المشهد السياسي والوطني بإدارتها الحرة التي لم يجبرها عليه أحد. هل لأن صرف راتب هذا الشهر أو ذاك يحل المشكلة؟ أم أن ذلك هو من قد يدخلنا في دوامة أزمة لن تتوقف ولن تنتهي إلا بحل سياسي يبعد الراتب عن مجرى الصراع الجاري، انطلاقا من إدراك الجميع
أن الراتب ليس طرفا مباشرا في الحرب والصراع، وهو الوحيد الذي من حقه أن يقول ذلك. نكرر ثانية وللمرة الألف إن قضيتنا هي قضية حقوق وحريات، تقف قضية الرواتب على رأسها. فئة أخرى من ضحايا ميليشيا الحوثي يتحدث عنها موقع المشاهد نت: تحركات ومتابعة دولية للإفراج عن 30 طبيبا في سجون جماعة الحوثي. وقال الموقع إن وزارة الصحة خاطبت منظمات دولية للتحرك والضغط من أجل إطلاق سراح أكثر من 30 طبيبا اعتقلتهم جماعة الحوثي وصالح، إضافة إلى دعوتها لوقف سطوهم على الشاحنات الإغاثية. وقال الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان اليمني إن الوزارة تتابع باهتمام ما يتعرض له الأطباء في المستشفيات التي تقع تحت نفوذ الانقلابيين، إذ أن بعضهم اختطفوا من موقع عملهم، موضحا أن عددا من الأطباء أحيل إلى القضاء بتهم العمالة والخيانة والإضرار بالمصلحة الوطنية. أكد سكان محليون في منطقة أو في مناطق مختلفة من ذمار قيام مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح بشن حملة اختطافات واسعة بحق المدنيين المعارضين لهم في مركز المحافظة. وقال السكان أن الحوثيين كثفوا من حملات الاختطافات خلال الأسبوعين الآخرين ضد المدنيين في صورة توحي بالذعر. وأضافوا أن الحوثيين اختطفوا محمد الذيجاني أو الذياجني 14 عاما واقتادوه إلى منطقة مجهولة، كما داهموا منزل المواطن ضيف الله المعمري بمديرية جهران واعتدوا عليه بالضرب بوحشية أمام أطفاله، ثم اختطفوه من منزله كما اختطفوا كل من الطالب الجامعي طلال الخرابي وحسين سيلان. ميناء الحديدة كان وما يزال ميناء عسكريا تريد إليه الأسلحة للمتمردين، وكذلك ميناء حصري لهم يسخرونه وكل ما يصل عبره للمجهود الحربي التابع للحوثي والمخلوع. كان هذا خلاصة ما تضمنه مقال الكاتب أحمد عبد الملك المجرمي في موقع الصحوة بعنوان ميناء المجهود الحربي، وجاء في المقال أيضا: لسنا مع الحروب ولا نريدها، ولكن حين تفرض عليك ولا تجد خيارا أمامك غير الاستسلام للمعتدي أو مواجهته دفاعا عن الحرية والكرامة، فإنك هنا تكون مجبرا للأخذ بالخيار الثاني وهو المواجهة. ليت الجهات الدولية أفرادا وهيئات تتذكر أنها حتى الساعة لم تعطي لتعز وهي تحاصر وتشن عليها الحرب بمعارك يومية منذ أكثر من عامين أي اهتمام لرفع معاناتها أو الوقوف معها إنسانيا لتخفيف وطأة الحصار وإيقاف الحرب المعلنة ضدها. حتى المخلوع عندما هدد وتوعد تعز، وعندما حرض واستعدى عليها داعيا عصاباته قائلا اقتلوهم اقنصوهم حاربوهم بكل وسيلة، حتى هذه الواقعة الحربية المعلنة والمسجلة صوتا وصورة من رجل صادر في حقه عقوبات دولية، كل تهديداته بجرائم حرب ضد الإنسانية لم تحرك لدى الجهات الدولية ساكنا. على الحكومة الشرعية أن تزود تلك الجهات الدولية بخريطة لليمن توضح لها أن ثمة محافظة هي أكبر المحافظات سكانا تسمى تعز، ما تزال تحت الحصار والقصف بالنيران من قبل عصابات الحوثي والمخلوع. من يدري أن تلك الجهات الدولية إذا علمت وفهمت قد تغير طبيعة أدائها من إشفاق وحنان محصور في تقديم الرفق الدائم للمتمردين إلى التحلي بشيء من الإنصاف وقليل من المسؤولية. لنفترض سلامة النية، لكن كيف نفسر أن الأمم المتحدة رفضت أن تتولى الإشراف على ميناء الحديدة؟ ليس من مصلحة اليمن أن يبقى ميناء الحديدة بيد التمرد والانقلاب كميناء لمجهودهم الحربي، كما ليس من مصلحة اليمن بقاء المشروع الظلامي للحوثي والمخلوع. موقع الموقع بوست تحدث عن أحد جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في ريف تعز، وعنوان الموقع: ارتفاع حصيلة مجزرة الحوثيين في الصلو إلى 3 شهداء وأربعة جرحى من أسرة واحدة. وقال الموقع: ارتفعت حصيلة مجزرة ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية الصلو مساء اليوم الجمعة أو أمس الجمعة إلى 3 شهداء من أسرة واحدة عقب وفاة طفلين كانا جريحين. أقدمت الميليشيا المتمركزة في دمنة خدير على قصف القرى السكنية بمديرية الصلو جنوب شرقية محافظة تعز
بصواريخ الكاتيوشيا ما تسبب بمقتل المواطن عمر أنعم غالب الصلوي. وأكدت مصادر طبية للموقع بوست أن الأربعة الجرحى إصابتهم خطرة، بينما العدد مرشح لزيادة الوفيات جراء سقوط صاروخ كاتيوشيا على منزلهم في الجبجبة بعزلة القابلة بمديرية الصلو. جدد الوفد الحكومي المفاوض في المشاورات اليمنية مع الميليشيات الانقلابية أن أساس عودة المفاوضات هي قبول الانقلابيين بمبدأ السلام والمرجعيات الثلاث ووقف إطلاق النار ومتطلبات بناء الثقة التي لم يلتزم بها منذ أكثر من عام. وموقع مسند للأنباء أورد ما قاله وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من أن تصريحات المبعوث الأممي فيما يتعلق بعودة المفاوضات تعكس نواياه الطيبة، لكنها لا تكفي لمعالجة الوضع في اليمن، مؤكدا أن المبعوث الأممي يعرف أن الحكومة والتحالف لم يكونا يوما ما مشكلة أمام الحل، فإذا بذل جهدا مع الطرف الآخر سيجد مننا الالتزام. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم إلى صحيفة أو إلى الصحافة العربية، حيث تتساءل صحيفة العربي الجديد: هل يجني اليمنيون ثمار التعهدات الإنسانية الدولية؟ وتقول الصحيفة: على الرغم من التعهدات الدولية فإن اليمنيين خائفون من عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها من ضحايا الحرب. وتضيف الصحيفة: في أول فعالية دولية رفيعة المستوى لدعم الوضع الإنساني المنهار في اليمن، نجحت الأمم المتحدة في تأمين مبلغ 1.1 مليار دولار. تضيف الصحيفة: كل هذه التعهدات تثير كثيرا من الشكوك في الوسط اليمني الذين يقللون من قدرة الدول المانحة على الوفاء بكامل تعهداتها، لا سيما أن الخطة الإنسانية للعام الماضي 2016 لم تحظى إلا ب 56% من مبلغ مليار أو 1.6 مليار دولار، وهو إجمالي تعهدات الممولين. وتتابع العربي الجديد: وكان أداء هذه المنظمات مثار انتقاد من جهة اليمنيين والمتخصصين في الشأن الإنساني طوال العامين الماضيين. وصلت حرية الصحافة إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما، حيث تتعرض الصحف ووسائل الإعلام كافة لتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى أنظمة ديمقراطية وسلطوية إلى وضع المزيد من القيود عليها بحسب ما ذكرت منظمة فريدوم هاوس. وأكدت المنظمة الحقوقية في التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط المخاوف المتزايدة من مساعي الحكومات في أنحاء العالم لقمع الإعلام. وبحسب جينفر دونهام التي قادت الدراسة، فإن الزعماء السياسيين وغيرهم من القوى الحزبية في الكثير من الديمقراطيات ومن بينها الولايات المتحدة وبولندا والفلبين وجنوب أفريقيا، هاجمت مصداقية الإعلام المستقل والصحافة المستندة إلى حقائق، ورفضت الدور التقليدي لهذه الصحافة في المجتمعات الحرة. وفي دراسة أجريت عام 2016 في 199 بلدا، خلصت المنظمة إلى أن 13% فقط من سكان العالم يتمتعون بصحافة حرة تكون فيها تغطية الأخبار السياسية قوية وسلامة الصحفيين مضمونة. وأشارت إلى أن 42% من سكان العالم لديهم صحافة شبه حرة، و45% يعيشون في دول تعتبر بيئة الإعلام فيها ليست حرة. الطبيعة التدميرية لإيران، عنوان المقال الذي كتبه أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الصادر اليوم بجريدة الشرق الأوسط اللندنية، واستهله بالإشارة إلى أن العنوان هو جزء من تصريح لمندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. المقال الذي ناقش فيه اللهجة التصعيدية الأمريكية تجاه طهران، ويمضي الدكتور محمد الرميحي قائلا: مع صراع العمامتين في السباق الانتخابي القادم في إيران، يتأكد للشعوب الإيرانية أنه لا فكاك من حكم رجال الدين وبطريقتهم،
حتى لو كان بعضهم قد شارك في التصفيات الجسدية باسم القانون للمعارضين. التصعيد الأمريكي ضد إيران لأصحاب العقول محزن للشعوب الإيرانية التي تبتغي الفكاك من نظام كهذا وتتمنى الدخول إلى سكة التنمية التي حرمت منها وجاهد مصلحوها منذ بداية القرن العشرين للعمل من أجلها، بدءا بإصلاحات المشروطية في أوائل القرن الماضي، مرورا بمحاولات محمد مصدق في وسط القرن، وانتهاءا حتى بمحاولات الإصلاحات لمحمد رضا بهلولي بعد ذلك. كان المأمول أن تقوم قائمة إيران على أساس من التنمية والعدل في الداخل والسلام مع الجوار والعالم في الخارج. رجال الدين في السلطة أخذوها إلى سكة أخرى، سكة مليئة بالضبابية والقومية والشهوة التوسعية القائمة على خرافات لم تتأخر في بعضها أن يقول أحد المسؤولين فيها للبسطاء إن الولايات المتحدة تعطل من ظهور المهدي، وعندي أن مثل هذا التصريح يساوي بل يفوق الطبيعة التدميرية الصلبة التي تقوم بها طهران في الداخل وفي الجوار، لأن تدمير العقول هو الطريق إلى السيطرة والتحكم والحشد لتحقيق أهداف ضبابية وظلامية في نفس الوقت. سيقف الشعب الإيراني متحيرا بين إبراهيم رئيسي وحسن روحاني ليختار واحدا منهما دون كثير اختلاف بينهما في المنهج أو الهدف. فبعد 3 أسابيع من اليوم سيعرف العالم أن الانتخابات لم تفرز شيئا مختلفا عن الماضي غير تكرار خيبات الأمل في الداخل وزيادة التوتر في الجوار. في الشأن الدولي عنونت صحيفة الحياة اللندنية: ترامب يحن إلى حياته السابقة. وتقول الصحيفة: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يكمل اليوم 100 من أيامه في الحكم بأنه اعتقد أن الأمر سيكون أكثر سهولة، ولم يخفي حنينه إلى حياته السابقة مبديا أسفه لأنه يعيش داخل شرنقة صغيرة. ورأى دينيس روس الذي كان مستشارا للرئيس السابق باراك أوباما أن ترامب الشعبوي تحول إلى نهج تقليدي في الحكم وعاد إلى الاتجاه السائد في السياسة الأمريكية، وقال للحياة أن ترامب بات يحاول رص التحالفات بدل التشكيك بها، وجعل السياسة الخارجية محورا أساسيا في سياسته من خلال زيارات قياديين وأوروبيين وشرق أوسطيين إلى واشنطن. ولفت إلى أن هناك وضوحا أكثر وفهما لمن هم أصدقاؤنا، كما أن هناك تطلعا إلى تصدي لإيران ولداعش، إذ إن تطرف الأولى يغذي الثانية. ومن أكثر الأخبار تداولا على نطاق علمي ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية بخصوص الحياة الأسرية لمرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعنونت الصحيفة: تكبره بربع قرن ووالداه كانا يظنان أنه متعلق بابنتها، كيف أوقع مرشح الرئاسة الفرنسية معلمته في حبه. وقال الموقع: قد تكون السيدة الأولى المقبلة في فرنسا جدة لسبعة أبناء، وتكبر زوجها ب25 عاما، حيث تبلغ بريجيت ترونجيس من العمر 64 عاما، وهي مدربة الدراما سابقا لمرشح يسار الوسط إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاما. ومن المرجح أن يكون الزوجان الساكنين المقبلين في قصر الإليزيه ليصبح ماكرون أصغر زعيم فرنسي في التاريخ الحديث. التقى الزوجان لأول مرة عندما كان المرشح ماكرون في 15 عاما من عمره، وفي وقت لاحق قدم وعدا مدهشا لمعلمته. قالت بريجيت لمجلة باريس ماتش الفرنسية إن ماكرون في سن 17 قال لها: مهما فعلت سوف أتزوجك. إلى موقع هاف بوست عربي في أكثر أخباره قراءة: درجات ثابتة داخل المدرسة تقدم 4 فوائد، بينها إنارة الفصول ومساعدة الطلاب في التركيز. وقال الموقع: توصل المدرسون في إحدى المدارس الابتدائية شمال تركيا إلى طريقة ينظمون بها النشاط الحركي للطلاب ويحولونه إلى طاقة كهربائية تستخدم في إنارة المدرسة وتساعد الطلاب على زيادة التركيز في دروسهم. وقال مدير مدرسة جمهورية الابتدائية في ولاية غيرسون شمالية تركيا
بريوم كوسال إن المدرسة دشنت مشروع أنتج الكهرباء حب الوطن للتعامل مع مشكلة ركض الأطفال بشكل مستمر في ممرات المدرسة، خاصة في الجو الممطر، وهو ما كان يعيق سير الدراسة أحيانا كما قد يمثل خطرا على الأطفال. وتقول فكرة المشروع وتقوم فكرة المشروع على توفير عدة دراجات ثابتة يقوم الأطفال باستخدامها، وهي متصلة في نفس الوقت بدينامو مولد يولد طاقة كهربائية تستخدم في إنارة المدرسة. أحب الكتابة عن غسان كنفاني في ذكرى عيد ميلاده، وتصادف ذلك في 27 من نيسان إبريل قبل يومين، ربما لأنني أشعر أن غسان مات مرة لكنه ولد مرات. هكذا بدأت غادة السمان مقالها المنشور في القدس العربي بعنوان من يومها يا غسان ونحن نقرع جدران الخزان. إنه يولد ويتناسل ويتكاثر متجسدا في الفلسطينيين المناضلين في معركة استعادة الوطن السليب. ثم إن غسان كان ماسة متعددة الوجوه، كان مناضلا سياسيا وأديبا مبدعا حقا، لكنه كان أيضا رساما. قلائل يعرفون أن الفنان التشكيلي كان أحد وجوه الماسة المدعوة غسان، كان عاصفة من الإبداع الذي يعبر عن نفسه تارة بالأبجدية وأخرى بالريشة، كأن أوراق العالم لا تكفيه، ولذا امتطى حصان الريشة وركض بها فوق قماش اللوحة والألوان. ويذكرني ذلك بكثير من المبدعين كجبران خليل جبران وسواه من الذين عبروا عن أنفسهم كتابة ورسما في الشرق والغرب. ولم يتزوج غسان بمدرسة فنية ما، كان حرا كإعصار. غسان اجترح ذلك منذ بداياته التشكيلية، وكان يقرع الأبواب كلها ليجد بيته الفني الحقيقي، لكن العدو الإسرائيلي لم يترك له الوقت لذلك، واغتاله وهو في الثلاثينيات من عمره. لكن رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني التي تحولت أيضا إلى فيلم سينمائي هي الأكثر انتشارا، ربما لبساطة أحداثها مع العمق الجارح، فهي حكاية لفلسطينيي الأحزان والهموم والعذابات مع تحصيل الرزق، حيث يحاول ثلاثة منهم الانتقال من بلد عربي إلى آخر بعدما اغتصب التغول الإسرائيلي وطنهم. أبو الخيزران سائق الشاحنة يقوم بإخبائهم في صهريج الماء بعد إفراغه ليقطع بهم الحدود إلى حيث الرزق، لكن أبو الخيزران يضطر لإطالة الوقوف تحت الشمس المحرقة على الحدود لتعقيدات إدارية، وحين ينجو أخيرا بهم يجدهم ماتوا اختناقا في الخزان كضحايا لإسرائيل التي شردتهم. في جولتنا المصورة البشر في مواجهة الريح، العديد من الصور لهذه اللحظات وردت في صحيفة هندستان تايمز، نتابع صور في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.